المصدر الاول القران الكريم وبعده السنه النبويه. فمساله التامين مصر المؤمنه دي ربنا قال في سوره النور، امشي سوره النور يا جماعه، بيقول شنو؟ والذين امنوا، اديك لا والله، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اي زول فيكم هنا عبد الله ولم يشرك به شيئا لنمكنن له دينه الذي ارتضى لهم. ربنا مكن لنا الدين ما زي حالتنا للسيدي. امريكا تفرض علينا عقوبات وهي ساكتين. ترامي يعمل الدائره اسي اول امبارح، دقيقه بس القلم، لا قلمك ما داير والله. اسيا اول امبارح يوم الاربعاء نمشي شرح الله اول حاجه، ولنمكنن لهم دينهم والارض تدعى لهم ولنبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ربنا قال بمكن لنا ديننا دوازي حالتنا للسنين. اسرائيل تجي تدقنا هنا مصنع الرموت يقولوا يا الصرف الصحي انفجر، ما بنقدر نقول دقتنا ذاته، ما في الحاله دي والله لانه في غلط هنا. ولنمكنن لهم دينهم، اسيا ديننا ما متمكن. مما ظهر الجماعه دي في القرن ال17 الدين ماشي مهزوز، لانه بقى يخش يفتتونا من جوا. اقسم بالله العظيم احنا المسلمين ديل، احنا المسلمين ديل خواجي عيون خضر ولا يهودي، ما بقدر بقف قدامنا، ما بقف نهاية الا يجيب زي ديل، زي ديل مننا سودانيين وعرب وزنوج يتكلموا كده. لكن خلي الراجل يجي ذاته اذا كان ترام ولا غيره، اللي يجي عادي كده بالسلاح ما بقدر. ربنا قال الكلام ده، لن يقاتلونكم الا من وراء شنو؟ جدر محصنه او وراء حجاب، ما بقدر يقرب لنا نهاية. يلا اذا كان احنا عبدنا ربنا، ربنا يمكن لنا ديننا، يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم امنا. ده الامن اللي جايبينه في مصر المؤمنه، مصر المؤمنه شرح للايه دي عشان ما دي بس يجي في ناس اصلا ما قعدت مع الشيوخ، ديل بيجوا يفرقوا الناس من الشيوخ، اصل الخلايا يفرق، بيجوا ما بيجيبوا لا الا زول السراك، الزول الشماسي المجلس هو الشعب اللي بيجي ينشب، بيجي يسرق حتى نودوا الخلوه. مشكله ان احنا نعالج المشكله بتاعت السرقه ولا نغلم القران الكريم؟ فرروهم منه كله، بقى شنو؟ بقت عباره عن منطقه بتاع مجرمين. عشان كده ممكن تتوقع في بعد 10 سنه ما في امام صعد المنبر والا كان نشال او حرامي، لانه الاولاد الكويسين ما بودوهم الخلوه. الشاطرين ولا تبقى بليد ما تفهم يودوك الخلوه. يجوا ديل يخمونا بجاي. الله يهدي جميعا والله انا الهدايه داير والله. ليه ما يهدينا؟ الله يهدينا. نتكلم عن خليك من ديل يا جماعه. الوهابيه ده اصلهم معروف، محمد بن عبد الوهاب العيني ولد بنجد. وبعد ما ولد بنجد حفظ ابو القران الكريم كان عمره 10 سنوات، لانه زمان القران ده زي ما اهل دارفور قال لي ما تقوم الحرب 10 سنه انت بتكون حافظ القران، بعدين هنشوف لك شغله ثانيه. حافظ القران صم في البيت، امك حافظه ابوك حافظ. لكن للاسف دارفور حرقت. حرقت. فكان قبل دارفور وقبل ما الاسلام يجينا احنا هنا السعوديه كانوا حافظين القران الكريم، ابو شيخ طريقه وقاضي، ده محمد بن الوهاب شيخ الجماعه ده الكبير ما زي ده. ده اول حاجه طلع ابو ذاته قاضي. وحكم علي دار يقتلوه مثل عيونا، يعني مثلا من غري هسه انا جاي من الفتح اثنين، سبحان الله الا لما انا معكم هنا. والله ان العريس ذاك هذاك له وزي له. فشفتوا من الغري اثنين مثلا هناك الناس ده قاموا علي، انا بجي هنا معتمد محلات كرري يحميني هنا. وقعد من نجد مشى العيينه، قعد في العيينه دي. وقال قبل النبي صلى الله عليه وسلم البنيه دي بدعه. هسه الزول عنده موبايل فيه نت يخش يشوف البنيه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش القبر كده خاتم فيه في بنيه. قال دي بدعه وجه داري كثيره. اثناء ما قرب دار يكسر البنيه دي مسك وجع بطن خش الحمام لليل ما مرض. ده احمد بن عبد الوهاب. وجزء من الكلام ده مكتوب في كتاب التاريخ الصف الثالث، انا امتحنت 2010 ما اعرف لسه غيروه ولا بكون في جزء منه قاعد ما حيمشي غيروه. التغيير كثير الله غير النظام الحالي ده. النظام ده يعني النظام ما قصدين الحكومه ولا حاجه ولا بنخاف من الحكومه. طيب يا جماعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. الزول الجبيل ده ذكر أشياء زي ما هسي دخل برضه ذكر أشياء، لكن الزول الجبيل ده والله جاب كذب غريب جدا والمشكلة ما بتحمل. الزول أول شيء قال في القرن ال17 إنتوا ظهرتوا، وهسي من ناحية تاريخية الإسلام عندنا التاريخ الهجري الآن 1439 صح؟ هاي طيب أو 38 وسي دخلت 39 طيب 1439 يعني ده القرن ال14 وال15 وده قال انتوا ظهرتوا في القرن ال17
وما زادوا 17 ما جات. أما لو قصدوا الميلادي، الميلادي ظهرنا نحن من ذاته سنة 1800 أو 1600 وحاجة، دين 200 ذاته ومنو ذاته الظهر في الوقت ذاك. أخذ كلام متاع الأخبة تسازول، أنا ما عارف الحاصل على شنو. بعدين قرأ الآيات غلط، قال والذين آمنوا ووك إلى آخره، هما والذين آمنوا يا أصلا بداية الآية في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو جاب الآية دي ليه؟ قال مصر المؤمنة الأمن وما الأمن إلى آخره. الأمن ما بجيبه الشيوخ يا شيخنا، الأمن بيجيب الدين وبالاستقامة على التوحيد والعقيدة الصافية. الدليل قال الله تعالى، ديك الآية من سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آية واضحة ولا ما واضحة؟ ناس دائرة أمن توحد الله، عقيدتها تبقى في الله تمام، ما في عقيدة صحيحة بيجي عدم الأمن. قال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أو سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب قال الخلوة والسرقة وما السرقة والحاجات دي، يا زول أنا أسي في حلقة جاب الخلوة شنو والسرقة جاب هنا شنو، ونحن مالنا ومال، والخلاوة دي تتفاخروا بها علينا. الليلة طلعتوها بتاع السرقة، انتوا بتقولوا نحن بتاعنا الخلاوي وعملنا وسويت براو نبزون. انا نبزته وانا سيمين ماجيد قلت بتاع الخلاوي حرامي حرامي، انا انتقدت العقائد المنحرف، براو نبزون. طيب قال محمد عبد الوهاب، والله ذيك الضفاء كذب الزول، لا واحد قال حكم على ابيه انه اقتلوه وضال. هو محمد عبد الوهاب ده ولدو سنة 1115 هجرية وتوفي سنة 1206 هجرية، وأول شيخ له أبوه ذاته في الترجمة بتاعته، أول زول درس معاه أبوه، حافظ القرآن دون العاشرة، بعد ذاك درس على أبيه، بعد ذاك مشى للشيخ السندي، بعد ذاك مشى لمجموعة من المشايخ ودرس عليهم وهاجر وقرأ الكتب الستة وقرأ في كتب ابن تيمية وابن القيم وتفقه وصنف مصنفات ونشر العلم بين الناس والعقيدة الصحيحة. نحن ما متعصبين له ولا بنقول لك ناديه، نحن بنتكلم بس لنا قريب ساعتين. أسألكم بالله من قبل جبنا محمد عبد الوهاب ولا قلنا نادوا الله وخلوا عقيدتكم في الله؟ وأسي أبشرك يا صوفي، لو أسي قلت يا محمد عبد الوهاب الحقنا أنت مشرك بالله، رأيك شنو؟ تقدر تقول الكلام ده في شيوخك؟ مشرك ليه؟ لأنه يا ناس زول قال يا الله نجيني، نادى كم؟ نادى واحد. زول قال يا الله ويا شيخي، نادى كم؟ نادى واحد ولا اثنين؟ نادى اثنين. ده شرك ولا ما شرك؟ ده الشرك بالله سبحانه وتعالى. شكي قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الكذب وين؟ قال حكم على أبوه إنه يقتل، والله إذا كذب وشيت حيلك قدام للرجل ده بعد تلاقيه. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال بعد ذاك مشى العوينة، هي ما اسمها العوينة اسمها العيينة، شوف فتل الاسم ده مين هنا بيفتلى الآيات بيقرأ غلط كذي وشغلته هنا ودي ورقته ولخبطة ثقيلة جدا. العيينة قال هي اسمها العيينة، صلي على معلومتك. بعد ذاك قال مشى البنية بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ذلك السرة. بعد ذاك دخل الحمام، بعد ذاك وقع في الحمام مات، والله إذا كذب كذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا ما دفنوه في قبة. أفهم الكلام كويس، الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد ده هو البناو ده اسمه المسجد هنا النبوي، يعني البنا منه كيف يكون مسجد فيه قبر؟ دي واحد، هو البناو واحد. اثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتوفى
يتوفى في غرفة عائشة. أفهم الكلام؟ شوف الحجرة دخلوها كيف المسجد. أفهم الكلام؟ أنا أديك لها من ناحية التاريخ. توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها، واستأذن على جميع نسائه أن يمرض في بيت عائشة، لأنه أي مرأة عندها يوم من عدل صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا مريض، باستأذن عليكم كلكا عليكم إنه أمرض في بيت عائشة، أو كما قال يعني ده معنى الكلام. بعد ذاك مرض في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. لما مات اختلف الصحابة أو اختلفت الأقوال، واحدين قالوا ندفنوا في المغابر، واحدين خافوا عليهم اجوا الجماعة عبثوا بقبره، واحدين قالوا ندفنوا في المسجد، الجماعة قالوا لما بجوز، لأنه قال قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها، ما الوهابي أسمع الكلام، أنا أتكلم مع الصوفي. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ده فيه تحذير إنه الإنسان ما يدفن في القبر. بعد ذاك القول الثالث ده المشى، قال هو إنه الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، يعني انت بعد تموت بيشيلوك بودوك المقابر، لكن الأنبياء حكمهم بيختلف، محل بيموتوا بس بزحوا الجسد بحفروا لهم بيدفنون فيه. فدفنوا في غرفة عائشة رضي الله عنها، والوقت ذاك الغرفة ما كانت داخل المسجد، المسجد براو والغرفة ملاصقة لحيط المسجد. أفهم الكلام كويس؟ وباقي الغرف 9 غرف ملاصقات لحيط المسجد، كان بس من الغرفة بخش المسجد، دي غرفه حجره 9. أيوة الله أمسك لي كده، أنا فهمنا الحاصل ذاته. بعد ذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع المسجد، وسعوا بالجهة الثانية ما بجهة الحجر. جاء عثمان رضي الله عنه وجاء الخلفاء وسعوا المسجد، لما جاء الوليد ابن عبد الملك، والكلام ده بين سنة 88 هجرية ل 92 هجرية، والصحابة أغلبيتهم فارقوا الدنيا، والوالي بتاع المدينة، الوالي بتاع المدينة في الوقت داك اللي هو في المسجد النبوي كان عمر بن عبد العزيز قبل ما يبقى أمير على المؤمنين. فالوليد رسل له قال لي توسع المسجد وتكسر حجر الرسول كلها صلى الله عليه وسلم، ده الوليد، وتدخل الحجرة دي الفي القبر جوا المسجد، يبقى هي دي حجرة ما قبة. أفهم الكلام كويس؟ أفهمها، ما أفزول قال قبة أصلا. بعد ذاك جل عمر بن عبد العزيز الخطاب، عمر بن عبد العزيز رجل فقيه، جمع الفقهاء 7 ديل درسوا الإمام مالك وهم درسوا على يد الصحابة، على رأسهم سعيد بن المسيب، والكلام ده سنة 88 ل 92 هجرية. جمع الفقهاء 7 قال لهم رأيكم شنو؟ سعيد بن المسيب قال له يا عمر بن عبد العزيز أرى أن يوسع المسجد من الجهة الأخرى، وأن لا تكسر الحجر، وأن لا يدخل القبر إلى المسجد، لأن يأتي الناس من بعد فيرون حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيرون زهده فيعتبرون به. كلام نموذج جميل. أيوة الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين قال وكذا أصر وكسر الحجر ودخل القبر ودخل الغرفة جوا شنو؟ المسجد، وحصل الموجود الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، عشان كذا هسه لما تمشي ما بتلقى اللخبة دي في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بتلقى في عسكريين، نحن يعني رمضان ده مشينا الله يتقبل، تلقى في عسكريين وتلقى هناك القبر جوا بتعايم هناك جوا، تشوف جوا، قد تشوفه قد ما تشوفه، تجي من بعيد السلام عليك يا رسول الله وتمشي، وما في قبة، في حجرة عائشة رضي الله عنها. فهمتوا الحاصل يا جماعة؟ وبعدين قال دخل الحمام بعدها مات، هو توفى سنة 1206 هجرية، الوقت ذاك السعودية من بدايتها لنهايتها ما في حمام واحد والله، لكن أنا بوريك المات في الحمام منه، من شيوخ الصوفية من كتب، أفتح شهاب الدين الطويل
هذا من الكتاب ده افتحه، هذا اخونا احمد بالصفحة بوريك، ده مش كتاب الصوفية، الصوفي مشى ولا قاعد؟ فات الشيرزي ده ما حار يا جماعة، انتم ما قويين، لكن الشيرزي ده حار صعب شديد، مر الله يتقبل. طيب افتح لي واحد مات في الحمام هنا، افتح الصفحة الأخيرة بيجاي بيجاي، هو الصفحة الأولى عين، ده في الجزء الثاني صفحة 141 تحت، هذا الجزء الثاني، يلا شوف صفحة 141. دار أوريك المات في الحمام بالكتاب عديل، هم عبد الله ما مات في الحمام، مات في عن قريب وفي سريره، عديل مرض ومات في سريره، والله يتقبله ويرحمه ويرحم موتى المسلمين، ولا بنقدسه ولا بنناديه في الشدائد، ولو ناديته أشركت بالله، ولا بنغلو فيه ولا بدي الجنة ولا بيعلم الغيب، بيقدروا يقولوا الكلام ده في شيوخهم؟ ولا بنقول لك ابقى مع محمد عبد الوهاب، ابقى مع الكتاب والسنه، لكن هو عالم ده على التوحيد والسنه، حاولوا يشوهوا صورته ويكذبوا عليه، مات في الحمام ووك الى اخره. واحد لقيته في الرفاعه برضه في المسجد الكبير اسمه حاتم غناميه، قال والله محمد عبد الوهاب ده كان عاقب والده، كل مره بكذبوا في كذبه جديده. قلت له والله يجي يوم الله يستر تقولوا محمد عبد الوهاب ده ادانا شيك طاير ولا ضارب، كل مرة كذبة جديدة وكذب ولف، وبعدين بيلاقوه قدام زول ألف مصنفات بيّن التوحيد والسنة وجزاه الله خير. طيب ده اسمه سيدي الشيخ سيدن هون طبعا شهاب الدين الطويل النشيلي، اعمل حسابك ما ينشلك، ده اسمه النشيلي. بعدين صفحة 101 ما كذب سايل، الكذب مش سايل، مات في الحمام ومات في حفلة، جيب الكتاب وينه؟ لكن أنا بوريك شيخ واسي مات في الحمام هنا ده الكتاب، عليكم الله يا جماعة، أي زول ما مصدق بعد تنتهي الحلقة يجي الكتاب يقرأه، هذا أخونا أحمد ده أنا بشوف. طيب قال وكان يحب دخول الحمام لم يزل يدخلها حتى مات فيها، كلام ده موجود ولا ما موجود؟ موجود. لا وكان يحب دخول الحمام، ده شهاب الدين الطويل له لم يزل يدخلها أو يدخلها حتى مات فيها، مات في الحمام ده زول ذاته. وأنا عندهم قلة أدب هنا مش فتحوا الموضوع ده بعد اللي شدوا حيلهم، أنا بقرأ لك هسي خلاص كفاية صفحة 100 خلاص الجمعة الجاية إن شاء الله، جزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم.